مساء الهنا، مساء السعادة، مساء الخير على كل الأهلوية وكل المصريين اللي بيتابعونا دلوقتي. ومش 10 الصبح في الأهلي بقى، لا، الأهلي في رمضان زي ما احنا متعودين مع حضراتكم من السنة للسنة. ربنا دايما يعودها علينا أيام حلوة ودايما نكون مع بعض، ودايما يكون النادي الأهلي يا رب في انتصارات زي ما احنا متعودين. صباح ازاي صباح مساء شفت الواحد لما يتعود على حاجة بقى مساء الهنا يا كريم، مساء الفل عليك، كل سنة وانت طيبة يا نهوان، كل سنة وكل حضراتكم طيبين وفي أحسن صحة وحال يا رب. أيام عظيمة جدا بنحضرها، وابتداء من النهارده ان شاء الله هيكون مع حضراتكم يوميا من خلال الاهلي في رمضان. وربنا يجعل رمضان السنه دي رمضان خير ورحمه وكل حاجه حلوه على كل حضراتكم. بنرحب بيكم في بدايه حلقه جديده، اول حلقه على الاطلاق اصلا من الاهلي في رمضان. وزي ما كنت بقول لكم من شويه، احنا ان شاء الله هيكون يوميا مع حضراتكم الاهلي في رمضان من خلال طبعا كل الزملاء والزميلات الموجودين في قناه الاهلي. وان شاء الله لما تتابعوا الاهلي في رمضان باذن الله تجدوا ما يسركم. كل سنه وكل حضراتكم طيبين. رمضان السنه دي يمكن شويه يعني بدايته صعبة، أنا بالنسبة لي اليوم كان صعب جدا الحقيقة، بس تحس إن ربنا بيسهلها يعني. كل ما الأيام بتعدي، كل ما الدنيا بتظبط، أحلى حاجة في رمضان هنرجع نقول تاني وهتفضل دي العادة، لمة العيلة. فعلا زي ما بتقال رمضان في مصر حاجة تانية، ودي حقيقة. بالمناسبة إحنا مش طالعين نتكلم عن نفسنا كلام ملوش أصل أو ملوش أساس، بالعكس دايما الناس حتى من أشقائنا في الدول العربية دايما تيجي تسألهم يقول لك رمضان في مصر فعلا حاجة تانية، مختلف، لينا روح مختلفة. الأماكن كمان يا كريم الشعبية والبسيطة تحس إن الناس دي اكتر ناس بتنبسط، لسه متمسكين بالعادات، لسه متمسكين بالتقاليد بتاعتنا، بالفرحه، بالعيديه بالمناسبه، بالفوانيس وان كانت حتى يعني رمزيه صغيره، بس لسه بيهادوا بعض. لسه ناس كتير على فكره برضو طبعا في كل انحاء مصر بتحب ان هي تتمسك بكل الطقوس دي، بنسعد بيها من واحنا صغيرين، بنسعد بيها من واحنا كبار، بنسعد بيها ان شاء الله كمان لما نعجز. احنا عايزين دايما نحس بفرحه رمضان المصريه المختلفه عن اي مكان في العالم تلاقيها. ناس كتيره جدا تكون مهاجره حتى من المصريين في رمضان يرجعوا تاني، علشان طبعاً رمضان فعلا في مصر حاجة تانية. فحتى وإن كان صعب طبعا الصيام، لكن ربنا يقدرنا جميعا ويتقبل مننا. وزي ما بنقول كل سنة إن شاء الله رمضان كل سنة بندخله غير لما بنخرج منه، دايما نكون حريصين إن احنا نبدأ رمضان بنية مختلفة. أنا عايز أخرج من الشهر ده بني آدم أفضل، وإن كان حتى في حاجة واحدة يا كريم. أنا كمان بقول لنفسي الكلام ده، يعني مش طالعين نقول لحضراتكم أو ننصح على الفاضي، لا، احنا كمان بنقول لنفسنا الكلام ده. فبإذن الله يا ربنا يتقبل نقضي رمضان ده ونخرج منه مختلفين يا كريم للأفضل. يا رب إن شاء الله، إن هو رمضان كل سنة هو فرصة عظيمة على فكرة. الناس العاقلة بتستنى رمضان بمنتهى الشغف ومنتهى الحرص ومنتهى الاهتمام من السنة للسنة، لأن يكفي بس تفصيلة الأوكازيون الرباني كل ما في هذا الشهر الفضيل من بركات ومن نفحات، بس إن احنا نتعرض لها دي أهم حاجة. نرجع ونقول كل سنة وكل حضراتكم طيبين، ونرحب بكم في بداية أول حلقة على الإطلاق من الأهلي في رمضان. النهارده هيكون عندنا على فكرة فقرة فنية رياضية مطولة هينورنا من خلالها كابتن شريف عبد المنعم، طبعا نجم النادي الاهلي السابق واللي شارك في اعمال فنيه كتير. وفي نفس الفقره هينورنا الفنان محمد يونس اللي قدم هو كمان اعمال فنيه كتير، وهو فنان اهلاوي جدا، هنسعد بوجودهم هما الاثنين معانا النهارده ان شاء الله. كابتن شريف عبد المنعم كان فنان، ولولا الكوره كان كان كمل كان صف اول طبعا. عايزه بس اقول حاجه برضو بحبها جدا في مصر تحديدا في رمضان، لان الواحد شافها وشافها مع الاجيال الجديده. دلوقتي هتلاقي كريم الموضوع يمكن حصل جاب شويه بعدنا، لكن بقالنا كام سنه قريبين جدا من قصه الشعور بالاخر، من قصه ان انت بقيت دلوقتي تشوف ناس كتيره جدا، عائلات كتيره جدا، شباب كتير جدا ابتدي يجمع فلوس ويبتدي يعمل وجبات رمضان طبعا. وفي بقى من خلال التكنولوجي تقدر تحول على يعني اسمها زي انستا باي وحاجات زي كده كتيره، ممكن من خلال حتى وانت في مكانك تحول فلوس، والناس اللي هي مسؤوله عن اطعام يعني الغير هم اللي بيكونوا بيعملوا الوجبات وبيجهزوها وبيوزعوها. فالموضوع اصبح سهل جدا، وفكره كمان حرص الاهالي وانا شفتها بعيني كتير جدا، والمدارس بتعمل كده، واعتقد الموضوع ده مفيد جدا كمان ان انت تخلق اطفال يبقوا بعد كده شباب ويبقوا بعد كده يعني مواطنين فعلا بيحسوا بالاخر. الشعور بالاخر ده امر مهم جدا ان احنا نتربى عليه. الواحد لو عايش بس لنفسه هتبقى مشكله كبيره، مش تحس ان انت فعلا في مجتمع ومجتمع بينتج. فانا عاجبني جدا اللي بيحصل ده، بلاقي ناس كتير جدا حريصين ان اولادهم يشاركوا في الحاجات واعمال الخير واطعام الغير. انا بشوف دي عاداتنا يا رب دايما نتمسك بيها مع كل اللي بيحصل من متغيرات حولنا، وطبعا تكنولوجيا داخلة حياتنا، وكمان خلي بالك المدارس اللي هي الأجنبية برضو بتأثر شوية على العادات والتقاليد لو الأهالي ما تمسكوش بيها. فأنا بسعد جدا لما بشوف حاجات زي كده لأعمار مختلفة بصراحة. وعلى فكرة يعني
برضو نرجع ونقول البني آدم العاقل لما يجي يقلبها في دماغه نهوانت، لما تيجي تركزي هتلاقي إن في فكرة العطاء والبذل، سواء بقى إطعام طعام سقي ما أيا كان، إحنا اللي محتاجين إن إحنا نقف جنب الناس، يعني إحنا اللي محتاجين نساعد الغير أكتر بكتير ما الغير مستني مننا مساعدتنا دي، إحنا أول المستفيدين، فربنا يقدرنا دايما. وتاني نرجع ونقول دي فرصة عظيمة، الأجر والثواب فيها بيتضاعف في هذه الأيام الكريمة، عايزين نستغلها كما يجب أن يكون الاستغلال، نحسن استغلال أيام وليالي الشهر الفضيل. ربنا يتقبل طاعات الكل، قيام الكل، وصيام الكل. أمين يا رب، وفعلا كل